Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نلتقي مرة أخرى في البرنامج ماليزيا اليوم. أنا نوريما زفيرة. وأنا محمد الزهد. مدير فني لكم هذا الصباح. سنقدم لك قضايا وموضوعات من شأنها أن تفيد الجمهور إلى حد ما. نستمر في جدول أعمالنا الرئيس اليوم أي نجاح المدرسة ذات القسم الداخلي التقوم لكمبك في مسابقة إنفكس الاختراعات التقنياتي في بولين أسبوعا ماديا. ليس ذلك فاسبوك بل حصل مشروعهم على جائزة الأفضل الأفضل. لقد حصلوا 1000 رينجيتا كبطل للمسابقة و 1100 رينجيتا للجائزة الخاصة. الآن هيا نرى مقتطفا من المقابلة التي أجرها الصحفيون عند وصولهم إلى ماليزيا. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معي ثلاثة طلاب في السنة الرابعة، هم يمثلون بلادنا في المسابقة البحث وتطوير. لمعلومات جميع، حصل المشاركون على البطل العام والجائزة الخاصة من المنظمين. ما شاء الله. يا أخ، هل يمكنك أن تخبرنا قليلا عن هذا المشروع؟ شكرا على هذه المقابلة. قبل ذلك أود أن أشكر المعلمة والمدرسة وأولياء الأمور الذين لدينا في تقويم دعم قوية وتدوب آلية لتوليد الكهرباء باستخدام ضغط الماء ومفهوم الدينامو لتوليد الكهرباء اللائقة. شكرا يا أوب. يا أختي، هل تمكنك أن تخبرينا ما هي الاستعدادات التي قمت بها قبل المسابقة؟ بالتحضير، ناقشنا دائما لتحسين المشروع، وغالبا طرحنا أيضا أسئلة عن المباراة، وتعاوننا معا في إكمال مشروعنا. شكرا، يا لك من رائع، مبروك مرة أخرى أقول، يجعل انتصارهم اسم مدرستهم وبلادنا. يجب أن تكون المسابقة موجودة لتحقيق كلهم. هذا كل شيء مني نور الإيمان. شكرا لك أختي نور الإيمان على تقرير الذي قدمتك في وقت سابق. صحيح أن حلم لا يتحقق إذا كان حلمك مجرد بدون جهد. كما يرى الجمهور، نحن الآن مع الثلاثة الطلاب الذين فازوا في إنفكس الاختراعات والتقنيات وفازوا بالجائزة الأفضل الأفضل. أجد هؤلاء أشخاص ليسوا ممتازين فقط في مناهج، ولكن هم ممتازون أيضا في الأكاديمية. هم يحصلون على نتائج ممتازة في الامتحانات الماضية. هل يمكنكم تشاركونا بعد النساء للطلاب الذين يشاهدون التلفزيون حاليا؟ أنا رأماني نايوتي أجفل. بالنسبة لي الشخصية هي كل شيء، أديم الفائدة إذا كنت ذكيا فقط. كطالبا أحب أن أساعد المعلمين، ويصبح عادة أساعد المعلمين بدون النظر إلى مكان وزمان. في وقت نفسي لا أنسى الدعاء إلى المعلمين. تذكروا، نحترم ونحب المعلمين لأن بدونهم من نحن. وأنت؟ أنا ماما شحمي بن الأحمد. أنا شخص نشيط في الرياضة، ألعب العديد من الرياضات أثناء أوقات الفراغ مثل كرة القدم وكرة الريشة. أقضي 30 دقيقة على الأقل في ممارسة الرياضة كل يوم. هذا لأن العقل السليم في جسم سليم، مع جسم سليم يمكننا التركيز على بشكل كامل على دراسة للحصول على نتائج ممتازة في الامتحانات. وأنت؟ حسناً، اسمي نور إزاتي بنت محمد رسلي. بالنسبة لي أقوم بموازنة مختلفة جوانب الحياة بما في ذلك الجوانب الأكاديمية من خلال عدم إضاعة وقتي ولو لدقيقة واحدة. المهم هو أنني أسأل ما لا أفهم، هذا لأنه يزيل فهمي في دروسي. ونفس الوقت مدرستي يستخدم أيباد عند الدراسة ويجعل عملي أسهل. استخدام جهازي أيباد يجذب انتباه
Masya Allah, Mumtaz. Masyarakatikum ra'i haji dan antum najahatum fil akademiina wal manahij ad-rasiyah al-mustarakah. Na'am Nazhan, ha'ulai tulab Mumtazun wa jayiduna. Bidhalik, yang bagi alaina an-numathilahu. Bidaktil kalimat, syubabul amalul watan, fatayatul imadul watan. Syukran ala Hishami wa Ukhti Amina wa Ukhti Izzati ala musyarakatikum mufidah wal jayidah fi hazal yawm. Amanu antatamakkanu mintahsin adaikum fil mustaqbal. Wa hadha faqal minna wa bilahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ana Syahmi, wa ana Nazhan, wa ana Nurul Zafira, wa ana Nur Amalina, wa ana Izzati.